لكم حفظكم الله ذكريات ومواقف مع الشيخ صالح الأطرم حفظكم الله. الشيخ صالح الأطرم تزاملت أنا وإياه في العمل، كنا مدرسين في المعهد ثم مدرسين في الكلية، وكان بيته قريبا مني، وكان يعني من خيار صحابي الذين أجلس معهم وأستفيد منهم، فهو من خيار من رأيت. نعم. هل كنتم تتدارسون القرآن مع بعض مع الشيخ صالح الأطرم؟ نعم، تدارسنا وياه القرآن بعد الفجر خصوصا في شهر رمضان. نعم.